الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير على برنامج إكسل كيف يمكن لنا أن نصل إلى حل لمسألة برمجة خطية باستخدام ما يسمى أمر السولفر، The Solver Command ببرنامج الإكسل. وعلى بركة الله نبدأ. الآن الدالة التي أريد أن أعظمها هي الآتية. أين هي؟ دعوني أذهب هنا وأعملها كوبي وأضعها هنا بعد إذنكم. هذه هي الآن الدالة زي تساوي 90 اكس زائد 100 واي. زي تساوي 90 اكس زائد 100 واي سبجكت تو أو خضوعا لي هذه الدالة الهدف 3 أكس زائد 2 واي أقل من تساوي 40. هاي القيود، الدالة الهدف هي زي تساوي 90 أكس زائد 100 واي خضوعا لي subject to 3 أكس زائد 2 واي أقل من أو تساوي 40، 5 أكس زائد 10 واي أقل من أو تساوي 100، وأكس وواي دائما وأبدا أكبر من أو تساوي صفرا. فإذا المتغيرات عندي الآن، وضعت قبل أن أبدأ التسجيل وضعت هنا عنوان باللغة العربية اللهم، وأحول طبعا إلى الإنجليزي هنا حتى لأن السولفر لا يتقبل إلا باللغة الإنجليزية. المتغيرات هنا باللغة العربية، الدالة الهدف والقيود. ما هي المتغيرات القرار بسبب decision variable؟ هي X و Y. أوكي، الدالة الهدف الآن أنه الآن بدي أعظم ماكسيمايز هذه الدالة الآن اللي هي ماذا؟ هنا طبعا سأضعها بعد قليل، لكن أبدأ هنا الآن القيمة اللي هو الكورن سولوشن أبدأ بالصفر صفر دائما وأبدا بالبرامج الخطية البيسك سولوشن بكون نبدأ بصفر وصفر، ثم الآن نطلب من السولفر أن يغير هذه القيم تباعا حتى يجعل هذه القيمة زي أعظم ما يمكن. فالدالة الهدفية تساوي 90 ضرب أوكي، تساوي يجب أن تضع إشارة تساوي وتبدأ إلى 90 ضرب ماذا؟ أول قيمة اللي هي X هاي، لكن هذا X ستتغير بعد قليل، زائد 100 Y الآن، إذن 100 مضروبة في القيمة الثانية اللي هي Y، وأضغط Enter بطلع عندي صفر أكيد، لكن هاي سيتغير قيمته بعد قليل. القيود الآن الكونسترينت هي كما يلي، اول قيد اوكي، القيد طبعا عندي قيد الاول والقيد الثاني والقيد الثالث والقيد الرابع. الان القيد الاول هو 3 اكس تساوي الان 3 مضروبه في اكس هذه زائد 2 واي 2 مضروبه في هذه اوكي، نضغط انتر وطبعا هنا اكيد صفر لانه بدأنا بالصفر، هذه اقل من او تساوي 40، اذا نحط هنا 40. لاحظوا لو وضعت انا اشارة اقل من او تساوي 40 فقط حتى يعني لما انقل هذا المعلومات للامر السولفر اعرف شو اللي بعمله قاعد، يعني اعرف ماذا اقوم به. نأتي على القيد الثاني اللي هو تساوي 5 ضرب قيمة اكس هذه زائد 10 مضروبة في قيمة واي هذه التي ستتغير. هاي الآن بضغط انتر صفر، هاي أقل من أو تساوي، أقل من أو تساوي 100. هنا الآن 100، وهنا قيمة اكس أو تساوي صفرا اللي هي صفر وصفر، لكن هاي هنا أكبر من أو تساوي صفر أوكي، وهنا الثانية أكبر من عفوا أكبر من أو تساوي صفر عفوا، هنا أضع الصفر أوكي. الآن اكتملت كل المعلومات التي أحتاجها لأمر السولفر. طبعا أنت يعني مفترضين أنه الطالب الكريم والمتابع يعني يعرف كيف يدخل السولفر على الإكسل. ستذهب إلى فايل ثم الاوبشن الخيارات ثم الى الادز ان وتطلب انه اضافه السولفر. انا اضفته اوريدي يعني من مده، هاي السولفر عندي موجود هنا بالداتا، عندما تذهب الى الداتا يكون السولفر موجود. فارجع هنا الان اكتملت المعلومات، اذهب الى الداتا ثم الى السولفر هنا، والان بقول لي
طبعا بدي اعمل ريست الان، ريست او لها عملت لها ريست يس اوكي. عندي الان الاوبجكتيف فانكشن هذا هو الان، هذه الداله هنا وضعت قبل قليل انه بدنا نعظم زي، هذه زي اذا بتعرفوا احبتي زي، هذه تساوي 90 زائد 100 واي وضعتها هنا، لكن لانها مضروبه بصفر فطلعت صفر، فاذا هي ستبقى كما هي ماكسمايزيشن اوف زي، هذه الان وضعتها هنا بعد ما ضغطت الان على هذه الخانه وكان المؤشر في هذا المستطيل، فبعطيني راسا دولار ساين ب دولار ساين 10 ماكسمايز. الان ما هي القيمه التي اريد ان تتغير بحيث تجعل الداله اعظم ما يمكن من هاتين القيمتين؟ اوكي الشرط عليهم وضعتونا. الان نضيف القيود. القيد الاول هذا الان، القيد الاول هو هذا القيد كتبته قيمته صفر لانه احنا بدينا مضروب بصفر، فاذا وضعنا هذا هو اقل من اتساوي، يعني عندي خيارات عده بس اول خيار فيها اقل من اتساوي، اذهب هنا واقول له 40، اذا وضعت ال 40 بعد ما اتاكد اوكي هذا القيد الاول. الان اريد ان اضيف قيد ثاني، اد القيد الثاني هو هذا القيد اقل من او تساوي، نعم موجود اقل 100 اذا اوكي. القيد الثالث الان اد هو هذا القيد لكنه اكبر من او تساوي، بغير الاشاره وبضع له الصفر. واخيرا القيد الاخير الرابع هو هذا القيد وهو اكبر من او تساوي وهو صفر، اذا كل شيء اوكي. الان بضغط اوكي انتهت. في عندي هنا select solving method، اختار طريقة الحل. انا بدي اختار الان ما يسمى simplex LP اللي هي طريقة simplex في حل البرامج الخطية. بعد ما اتأكد بضغط solve فبقول لي نعم الان اوكي، هل تريد ان تحتفظ ب قيم الحل؟ بقول له نعم اوكي. اذا لاحظوا لي يجب ان تكون اكس 10 وواي 5 بحيث تكون هذه الدالة اعظم ما يمكن قيمتها 1400. لاحظوا القيود بالضبط، القيد الاول اقل من او تساوي 40 فعلا كانت 40، والقيد الثاني اقل من او تساوي 100 كانت 100، وهذا صفر هذا صفر. فبالحالة هاي السولفر اعطاني اعظم قيمة او ما هي القيم المثلى لأكس وواي، أكس يجب أن تكون 10 واي تساوي 5 بحيث تكون دالة الهدف أعظم ما يكون 1400. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجعا أكون قدمت لكم الفائدة، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.